كلنا بنهتم بأطفالنا أكبر اهتمام في حياتنا كله، أكتر من نفسنا وأكتر من أي حد تاني. الأطفال في سن معين بيكون السن اللي بيصابوا فيه باللوز كتير قوي قوي قوي، طبعا الأطفال الصغيرين أكتر. بس قبل سن 3 سنين كلنا عندنا مفهوم ان ما ينفعش نيجي جنب اللوز بتاعه الاطفال، علشان هي خط الدفاع الاول لجسمهم، او هي اللي بتحميهم من اي فيروس او من اي حاجه داخله جسمهم. واول ما بنلاقي سرعه الترسيب بتبقى عاليه بنجري على طول، او اول حاجه بنفكر فيها ان احنا على طول نجري ناخد حقنه البنسلين علشان ما يحصلش روماتيزم في القلب او اي مشكله تكون كبيره. طبعا كلنا عارفين ان الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي ده كله صح وكلنا مقتنعين بيه، بس للأسف إن كل الكلام اللي إحنا قلناه دلوقتي ده مش صح أبداً، وفي مفاهيم غلط كتير إحنا عارفينها ومتوارثينها وحطينها في دماغنا، وكل ده للأسف إن هو اتضح إنه غلط. الصح إيه؟ الصح هنعرفه النهاردة مع الدكتور اللي دايماً بينورنا يوم الجمعة، دكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وعلاج الشخير. أهلاً يا دكتور هشام. أهلاً يا إيرين. منورنا كالعادة يا دكتور طبعاً. وايه راي حضرتك في اللي احنا قلناه دلوقتي ده، اللي كل الناس فاهمه ان هو ده صح وهو ده فعلا اللي بنعمله بالفعل؟ اولا اشكرك ان حضرتك فتحت لنا النهارده موضوع مهم جدا، هو موضوع اللوز والاطفال. النهارده ان شاء الله مشاهدينا هيسمعوا مننا كلام جديد جدا جدا. تمام. اولا اللوز اللي في الفم، اللوز هي خط الدفاع الاول. انا عايز اقول الكلام الجديد النهارده ان اللوز اللي في الفم هي اكتر لوزه او اكتر لوز ممكن يحصل فيها التهابات، اكتر لوز ممكن يحصل فيها صديد، اكتر لوز ممكن يحصل فيها خراج، اكتر لوز ممكن ان احنا نستأصلها. لو حضرتك خدتي بالك انا قلت اكتر لوز، ده معناه ان في لوز تاني كتير. معقوله؟ هو ده الجديد النهارده. انا عايز اقول النهارده احنا معانا لو في فيديو جاهز نقدر نتفرج عليه صوره، هنقدر نوضح للساده المشاهدين ان احنا عندنا 6 لوز مش لوزه واحده. 6. 6. دي حاجه طبعا احنا اول مره نعرفها كلنا، انا شخصيا اول مره اعرف ان احنا عندنا 6 لوز. بالظبط، انا بتكلم كلام علمي، كلام طبي. زي ما حضراتكم شايفين قدامنا اللوزه الاولانيه خالص اللي فوق خالص دي اللوزه اللي احنا بنسميها لحميه. فاللحميه هي نسيج من ضمن 6 لوز بنسميها لوز، دي حاجه. اللي تحتيها على طول دول اللوز حوالين الاستيكيان تيوب، او اللي هم حوالين قناه استاكيوس. تمام. دول اتنين بقى اللوز، الاتنين اللي تحتيهم على طول هي اللوز بقى اللي هي اللوز اللي في الفم اللي احنا بنسميها واللي احنا بنشوفها، واخر حاجه لوز خلف اللسان. أوكي. يبقى كده 6 لوز. الجديد اللي احنا هنقوله النهارده ان من الست لوز دول فيهم 4 ما بنعرفش نشخصهم الا بمنظار، والمنظار ده احنا بنسميه الفليكسبل اندوسكوبي، وهو ده الحقيقه اللي ابتدينا النهارده ندخله المركز عندنا بقاله فتره طويله جدا وبنشخص بيه اللحميات. عشان كده كتير جدا لما بيجي لي اشعاعات الحقيقه، الاشعاعات العاديه الاكس راي، ويقولوا لي احنا عملنا اشعه ولقينا فيها لحميه، الحقيقه الكلام ده كلام بقى خلاص قديم جدا. وبقى كلام زمان، دي التقنيات الاحدث بقى يا دكتور. بالظبط كده. عشان كده برضو احنا بنقول زمان، فزمان كنا بنقول اللوز ما تتشالش زي ما حضرتك قلتي حالا اللي عندي 3 سنين. طبعا ده كلام زمان. الجديد النهارده طبعا مع وجود التقنيات الحديثه، مع وجود الالات الجديده، مع وجود الاجهزه الليزر والراديو فريكونسي، ومع وجود اجهزه التخدير، ومع وجود مهاره الاطباء سواء كانت الجراحين او التخدير، النهارده اللوز بتتشال من سن سنه واقل من كده كمان. جميل.